تريند الاهلي، نشوف فيه ايه الاخبار وايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقول الاهلي يرحب بمهاجمه الجديد، واحنا عرضنا لحضراتكم كل اللقطات اللي بتتعلق بوالتر بواليا داخل التتش النهارده، نتمنى له كل التوفيق. لكن احنا لسه مع والتر بواليا كمان من حساب جول مصر على تويتر، واللي بيقول القائد محمد الشناوي اول المرحبين بوالتر بواليا داخل الاهلي. وفي الحقيقه الشناوي قائد بمعنى الكلمه، يعني الراجل بيقدر يساعد زملائه وبيقوم بدوره كقائد الفريق بشكل مميز. لكن تعالوا نروح للاهرام وحسابهم على تويتر، واللي بيقول الاهلي يستعيد قفشه وكهرباء قبل مواجهه سوني ديب بطل النيجر. ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين، هنطمن بشكل اكبر وبشكل رسمي من خلال مساحات النهارده اللي اتعملت تطلع بكره، لكن في كل الاحوال اكيد هيكونوا اضافه للنادي الاهلي، بالاضافه كمان لطاهر محمد طاهر. وده اللي معانا في الخبر اللي جاي من خلال الوطن سبورت وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا الاهلي يستعيد مثلث الرعب قبل مواجهه بطل النيجر في دوري ابطال افريقيا، اللي هم قفشه وكهرباء وطاهر محمد طاهر، وفي الحقيقه ثلاثي مميز جدا. لكن خلينا نروح كمان لخبر اخر، و ده من بطولات وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا بيتسو موسيماني طلب قطع إعارة عمار حمدي من الاتحاد السكندري في يناير الجاري والعودة للفريق للحاجة لجهوده. طيب أنا هنا بتكلم في الإطار الرسمي وبالشكل الرسمي، حتى الآن مفيش أي طلب طلع من النادي الأهلي بشكل رسمي في القصة دي. لو في حاجة رسمية أكيد قناة الأهلي هتقول لحضراتكم عليها، لكن طبعا عمار نجم كبير ولاعب مميز جدا، وهو معار الاتحاد السكندري، وأكيد الأهلي بيحترم عقوده في كل الأحوال مع مختلف الأندية، مفيش أي مشكلة. لكن هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية بشكل رسمي. خلينا كمان نروح لخبر آخر من يلا كورة، وهنا بيتكلموا على استعدادات الأهلي لكأس العالم للأندية اللي هتنطلق من يوم 1 ليوم 11 فبراير القادم بإذن الله تعالى، واللي بيشارك فيها بطل أفريقيا النادي الأهلي. الأهلي يستعد، ولائحة مونديال الأندية بشأن القائمة وموعد الوصول. خليني سريعا أقول لحضراتكم أبرز بنود لائحة كأس العالم للأندية. الفيفا خطبت النادي الأهلي، ده طبقا لموقع يلا كورة، وبيتكلموا على أن لازم بحد أقصى تكون بعت القائمة الأولى للفريق أو اللاعبين اللي هيشاركوا في كأس العالم للأندية يوم 6 يناير. كمان الاهلي لسه ما حددش طبعا ميعاد الوصول للدوحه، طبعا البطوله في قطر فلسه ما حددتش ميعاد الوصول. خليني كمان اقول لحضراتكم ان من المقرر ان الاهلي يلعب اول مباراه ليه في كاس العالم احد ايام 2 أو 3، ده هيكون طبقا للقرعه. القرعه هتتعمل امتى؟ هتتعمل يوم 19 يناير. حلو حلو. وفقا كمان للوائح يجب على كل نادي مشارك تقديم قائمه مؤقته عبر الانترنت بما لا يقل عن من 24 ل 35 لعيب، منهم 4 حراس مرمى. من ال 24 ل 35 يعني سي مثلا الاهلي بعت 35 لعيب، في الاخر هيبعت ايه القائمه النهائيه مع نهايه هذا الشهر الجاري، وهتكون القائمه 23 لاعب. هل الاتحاد الدولي هيعدل ويزود القائمه تحسبا لاصابات كورونا؟ الله اعلم، لسه مش عارف ايه اللي هيحصل في الجزئيه دي. يعني دي تعتبر اهم وابرز البنود في لائحة كأس العالم للأندية. ده كان ترند الأهلي، لكن لسه عندنا ترند عالمي، وكمان عندنا تفاعل حضراتكم. كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا.